ايه، عايزين بقى نسلح ايه يا باشمهندسين؟ نسلح ازاي؟ هتيجي كده من يا باشمهندسين من ايه؟ من ديسبلاي. تمام، انا عايز اصلح ايه الاول؟ انا عايز اصلح البلاطه. تمام، قلنا تسليح البلاطه الفلات سلاب هتبقى عندنا شبكه واضافي، شبكه واضافي. تمام، هتيجي كده من ايه؟ من ديسبلاي، وتقول له ايه؟ شو سلاب ديزاين. تمام، قبل ما تقول له شو سلاب ديزاين، المفروض تروح تحدد له الكود الاول اللي انت هتصمم بيه. منين؟ تيجي من الديزاين، ديزاين ريفرنس، وتقول له ايه يا باشمهندسين؟ انا هصمم بالاي سي اي 318 14، ودي طبعا ايه البارامتر الخاصه بالكود اهوت. تمام، وتقول له ايه؟ اوكي اوكي تمام. طيب ديزاين اللوك كومباينيشن انت هتصمم عليها ايه؟ انا عايز اصمم على الالتيميت، وتقول له اوكي. طب لو مش محصور عندك الالتيميت، تقدر تقول لها ريموف من هنا، وتقدر تعلم عليها وتقول له اد. تمام، دي اللوك كومباينيشن اللي انا هصمم عليها. تمام، كده خلصنا الديزاين. تيجي من هنا بقى تقول له ديسبلاي، هتلاقيها اختفت معاك، اتك على السهم ده كده. تمام، تقول له ديسبلاي شو سلاب ديزاين، هيظهر لك بقى ايه الجدول ده يا باشمهندس. تعالى نفهمه بقى. تمام، بيقول لك الديزاين بيز، انت عايز تصمم بانهي طريقه؟ في بيقول لك في طريقه الفاينايت اليمنت وطريقه الستريب بيز. طيب نختار الاول طريقه الفاينايت اليمنت كده ونشوف هي ايه. تمام، ادي طريقه الفاينايت اليمنت. تمام، بيقول لك امبوز مينيمم رينفورسمنت، تقول له اه خد لي الاريا ستيل مينيمم في الاعتبار. تمام، يعني لو إيه؟ لو احتاجنا تسليح اقل من الاريا ستيل مينيمم، طلعه لي اريا ستيل مينيمم. تمام، طيب بيقول لك هنا يا باشمهندس اطلع لك التسليح في اتجاه 1. اتجاه 1 ده قلنا قبل كده 1 يعني اكس، 2 يعني في اتجاه 1 توب، يعني في اتجاه اكس ويكون علوي، ولا اتجاه اكس سفلي، ولا اتجاه واي علوي، ولا اتجاه واي سفلي. انا هقول له مثلا ايه؟ اتجاه اكس سفلي الاول. تمام، تمام، وتقول له ابلاي. تيجي كده تبص يا باشمهندسين، شايف مطلع لك ايه؟ دي اريا ستيل، مطلع لك اريا ستيل. كل ما تمشي كده اريا ستيل على المتر المربع. تمام، اهو بيقول لك انت محتاج هنا الاريا ستيل ديت على ايه؟ على المتر الطولي، اسف. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني انا طالع لك مثلا 1053. يعني مثلا لو انت هتفرض انت تستخدم فاي 12 واسام الاريا ستيل بتاعت فاي 12 اللي هي 113، يبقى انت كده محتاج هنا يا باشمهندس 10 اسياخ فاي 12 في الجزء ده مثلا. تمام، وهكذا. تمام، طب هنا يا باشمهندس لا، هنا هنا بصفر. ليه؟ لان بيقول لك هنا الحديد هنا علوي، انما انت هنا ظاهر لي السفلي بس. طيب تيجي هنا يا هندسه تقول له ديسبلاي شو سلاب ديزاين. طب طبعا لما كنا بنبص كان بيطلع لك قيم مختلفه كده، تقدر تقول له خد لي الافريج وبينه لي الافريج، وتاخده وتطلع قيمه التسليم. فتقول له كده خد لي الافريج، تقول له ابلاي، هتلاقيه بيقول لك ده الافريج يا باشمهندس، ادي قيمه واحده هي 1062، خدها يا باشمهندس وطلع لي بقى التسليح ايه؟ التسليح السفلي هنا، وهكذا. طبعا وهنا طبعا، طبعا ده طريقه مش عمليه طبعا. تمام، احنا قلنا بنستخدم شبكه، الاسهل نعمل ايه؟ نروح نقول له دخل لي شبكه. انا هفرض لك شبكه وليكن 6 فاي 12. تمام، وانت هتقول لي هي محتاجه اضافه فين؟ فتيجي كده يا باشمهندس هنا من تيبيكال يونيفورم كده بتقول له دخل لي الشبكه هنا. تمام، هنا بيقول لك مثلا ادخلها لك بعدد الاسياخ ولا بالاريا، لا قول له بعدد الاسياخ. تمام، بيقول لك هنا البار سايز، البار سايز يا هندسه كام؟ انا مثلا هقول له فاي 12 سفلي وعلوي. تمام، طب المسافه ما بين الاسياخ كام؟ هقول له وليكن 0.2، يعني 5 اسياخ فاي 12، وتقول له ابلاي. عمل لك ايه يا باشمهندس؟ والله انا فرضت لك شبكه اهوت، انت هنا محتاج اضافي بالشكل ده، كل ده محتاج اضافي. طبعا البلاطه باين عليها ان الاحمال كبيره جدا، وهنا الاضافي 58 ملم ايه مربع، يعني حاجه بسيطه جدا. تمام، طيب لو زودت الاضافي، لو زودت الشبكه شويه شو سلاب ديزاين، وقلت له والله مثلا ايه خلي لي
8 اسياخ اللي مثلا ايه 12 سنتي مثلا، تقول له ابلاي تمام. قال لك خلاص انت محتاج هنا اضافي بس، يعني لو استخدمت 8 12 محتاج هنا اضافي بس في الجزء ده تمام. طيب اضافي قيمته قد ايه يا باشمهندس؟ اضافي قيمته 12 مليمتر مربع، يعني حاجه يعتبر حاجه قليله جدا تمام. طيب دي طريقه، دي طريقه وهكذا بقى. بس هتاخد الاريا ستيل وتحولها والكلام ده. في طريقه تانية طبعا، طريقه الستريبس تمام، طريقه اسهل يعني بتطلع لك كعدد على طول. هنشوف ازاي دلوقتي. لو قلنا شو سلاب ديزاين تمام، وخدنا الاتجاه التاني مثلا بوتوم في الاتجاه التاني وقلنا له ابلاي، هتلاقي بيقول لك الاتجاه التاني انا مش محتاج اضافي. طب لو الطب، لو انا دخلت له الشبكه دي طب تمام، هتلاقي بيقول لك انا محتاج هنا اضافي فوق الاعمده القيمه ديت، يعني هيبقى 8 فاي 12 شبكه، وادي الاضافي بالشكل ده هنا وهنا وعلى الاعمده ايه اللي محتاجه اضافي دي تمام. طب في الاتجاه التاني، طب في الاتجاه التاني اللي هو الدايركشن واي، ادي محتاجين هنا ايه اضافي تمام. دي اول طريقه يا باشمهندسين، ولكن الطريقه دي بتطلع لك ايه؟ بتطلع لك التسليح كاريا ستيل تمام. طيب الطريقه الثانيه بقى، تقول له شو سلاب ديزاين وتقول له ايه هندسه، وتقول له طريقه الشرايح تمام. طريقه الشرايح تعالى كده يا باشمهندس. بيقول لك يا باشمهندس الريبار لوكيشن اللي انت عايز تظهره، عايز تظهر لي الحديد السفلي ولا الحديد العلوي؟ خلينا نشوف السفلي الاول. هنا طبعا بيقول لك امبوز مينيمم رينفورسنج، اقول له تمام، خد لي الاريا ستيل مينيمم في الاعتبار. طيب بيقول لك يا باشمهندس اظهر لك التسليح لكل اللي هو اريا على اليونت، يعني لكل متر، ولا اظهر لك التسليح لكل ستريب؟ طبعا مش هتفرق، لان يعني الستريب عندي انا واخدها 1 متر، فدولت الاثنين هيطلعوا لي نفس القيمه تمام. ولا اطلع لك التسليح كقيمه، يعني اطلع لك التسليح كايه، كعدد اسياخ تمام. فانت مثلا ايه، اديني القطر مثلا وليكن فاي 12، وانا هقول لك ايه، وانا هقول لك والله يا باشا انت محتاج، انت محتاج ايه، انت محتاج قد ايه، قد ايه عدد تسليح. اقول له ماشي تمام خلاص، انا هاخدها كايه، كعدد اسياخ، مش هاخد ايه. طبعا دولت الاثنين بتطلع لك اريا، يعني فرضا انا اخترت الاولى اهو، تقول له ابلاي، هتلاقينا بيقول لك ايه، ان هو انا محتاج ايه، محتاج على الشريحه ديت اريا ستيل كذا، اريا ستيل كذا، الكلام ده تمام. إيه تمام اهو، بيقول لك مثلا انا محتاج على الشريحه ديت قيمه التسليح ديت، طبعا ديت على المتر، تقدر ايه، تقدر تحولها لعدد اسياخ بكل بساطه تمام. طبعا باقي هنا التسليح بصفر، يعني الجزء ده كله عليه نيجاتيف مومنت تمام. اما هنا بوزيتيف مومنت، يعني هنا المومنت كان ايه، كان ما كانش بيقلب. فلو جيت هنا مثلا تشوف المومنت، تقول له ايه شو ستريب فورسز، وتقول له مثلا المومنت الالتيميت مثلا في اتجاه ايه، في اتجاه ايه، ادي شكل المومنت يا باشمهندسين، وادي قيمه المومنت 8 8 ومش عارف ايه. يعني المومنت هنا كان ايه، كان بيطلع هنا وما كانش بيلحق يقلب تمام، نتيجه الاحمال الكبير. فكان فواضح جدا الجزء ده كله عليه ايه، عليه بوزيتيف مومنت، اما هنا اسف نيجاتيف مومنت، اما هنا بوزيتيف مومنت، وهنا بوزيتيف ايه مومنت. طبعا لو انت عايز تشوف برضو المومنت على هنا مثلا، تقول له هنا الشو سلاب ستريسز، وتيجي تقول له المومنت في اتجاه اكس اهو، ده شك ده 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 المومنت اهو تمام. ادي قيمه المومنت هنا، هنا نيجاتيف مومنت اهوت، هنا بوزيتيف مومنت وكذلك تمام. هتيجي نكمل تصميم تمام يا هندسه. ده يبقى ده ده او ده اللي هو بيطلع لك اريا ستيل لكل ايه، لكل شريحه زي ما احنا شايفين كده يا باشمهندس تمام. تمام، انا تقدر تطلعه كعدد، يعني تقدر هو بدل ما تاخد الاريا ديت يحسبها لك، لا والله هو يقدر يطلعه لك كعدد تسليح. ازاي؟ تيجي من هنا ديسبلاي شو سلاب ديزاين، وتيجي من هنا يا باشمهندسين بقى ايه، شو نمبر اوف بار سايز تمام. تقول له والله ايه، انا عايز التسليح اللي يطلع لي يكون فاي 12 تمام. وتيجي مثلا من هنا بيقول لك شو رينفورسمنت دايجرام، الدايجرام اللي احنا كنا شايفينه ده هو ده الدايجرام تمام. وبيقول لك شو رينفورسمنت اكستند، يعني احط لك شكل سيخ تسليح كده في المكان اللي انت محتاجه.
شكل، قول له تمام تمام طيب بيقول لك ايه، اظهر لك التسليح على لير 1 ولا لير 2، يعني الشرايح في اتجاه اكس ولا في واي، اظهره لي في اكس. تمام. بيقول لك فيل دايجرام ولا شو فاليوز، طبعا انا هنا محتاج اشوف الفاليوز. تمام، عايز القيم. تمام، وتقول له ايه ابلاي، ادي القيمة يا باشمهندسين. بيقول لك هنا ان محتاج 10 في 12، وهنا محتاج 6 يعني 9 في 12 على الشريحة ديت، وهنا 7 في 12، هنا 6 في 12، وهكذا. تمام يا هندسة، تمام. طبعا طريقة جميلة جدا، ولكن برضه ديت مش عملية، يعني انا مش هاخد كل شريحة واقول له والله انا محتاج هنا 7 وحط لي هنا 6، تمام، والكلام ده لا. احنا قلنا التسليح بيبقى ايه، شبكة واضافي، ولكن انا قلت اوريك بس ايه ازاي. تمام، نفس الكلام هنيجي هنا يا هندسه، هتيجي هنا وتقول له ايه تيبيكال يونيفورم ايه رينفورس. قول له والله هو هنا بيقول لك ايه، احط لك الشبكه بتاعتك ايه، حطها لي فاي 12 سفلي وعلوي، انا هظهر السفلي الاول. تمام، طب المسافه كام، وليكن هخليها 7 7 فاي 12، يعني مثلا ايه، ولا نبدا ب 6 فاي 12، ب 6 فاي 12 مثلا، يبقى 0.16 ده السبيسنج اللي هو 1000 او 100 على ايه، بس هنا بالمتر اللي هو 1 متر يعني على 7 اسير. تمام، يبقى انا هنا بقول له ايه يا باشمهندس، بقول له افرض لي شبكه. تمام، الشبكه ديت هتاثر على ايه، على الشرايح. طب وبعدين، وبعدين يا باشمهندس الاضافي بتاعك، تمام، هيكون هو ده، تمام، هيكون على كل شريحه. تمام، يعني ايه يا باشمهندس، يعني مثلا انا شلت دي تاني وتقول له ابلاي، هو هنا فرض لك شبكه. تمام، وقال لك والله الشبكه ديت مسيفه على كل الجزء ده ما عدا الجزء ده اضافي. طب قيمته كام يا هندسه، قيمته بالمليمتر او يعني كاريا ستيل اللي هو ده، تمام، بالمتر المربع. لا، اظهر لي التسليح كقيمه، تمام، يعني اظهر لي التصليح كايه، كعدد اسياخ. تقول له من هنا، طيب اللي هو الاضافي يعني، طب الاضافي اللي انت عايزه، عايزه فاي كام، انا عايز الاضافي وليكن فاي 12. فتيجي تقول له ابلاي، فتيجي يقول لك يا باشمهندس الشبكه اللي انت فرضتها سيفت لي هنا اهوت، تمام، ولكن الجزء ده يا هندسه محتاج اضافي. طب قيمته كام، هتاخد مثلا ايه اكبر قيمه وتقول له والله انا محتاج هنا ايه اضافي 4 فاي 12 من اول هنا لغايه الاخر، ولكن انا شايف قيمه الاضافه دي كبيره، فانا ممكن ازود ايه، ازود الشبكه شويه، اخليها ايه، اخليها ايه 7 اسياخ، وليكن نقول له 1 متر على 7 اسياخ، يقول له ايه 0.14 ادي انا بقول له 7 اسياخ، وبقول له الاضافي اللي هيطلع لي الاضافي هو ايه، يكون فاي 12، واحسب لي انت العدد. تقول له ابلاي، ادي الاضافي بقى من هنا لهنا. تمام، بقى قيمته قد ايه هندسه، بقى قيمته 3 فاي 12. تمام، طيب عايز تقلله عن كده ممكن تزود الشبكه، ولكن انا شايف ان كده كويس. يبقى خلاص الشبكه يا باشمهندسين في اتجاه اكس، في اتجاه اكس هتكون كام، هتكون 8 فاي 12، هتكون 7 فاي 12، وهتكون الاضافي محتاجين من اول هنا لغايه ايه هنا يا باشمهندس. تمام، ايه تمام، إيه وهنعرف ازاي نطلع التسليح دلوقتي. طب عايزين في الاتجاه واي، تيجي من هنا تقول له لير بي. تمام، ادي هنا يا باشمهندس يعتبر مش محتاج اضافي، سيبك من الكلام من الحته ديت، يبقى في اتجاه واي انا مش محتاج اضافي. خلاص، يبقى تيجي لي كده في اللير ايه وتقول له ابلاي، تيجي كده يا هندسه على اللوح بتاعتك. تمام، انا هنا محتاج شبكه كام، 7 فاي 12. تمام، إيه فتيجي كده يا هندسه اللوحه قديمه كده، ناخد منها شبكه. ادي مثلا الشبكه اهيت، وتاخد له مثلا الكلام ده كده كوبي كنترول كنترول سي، وتيجي هنا كنترول في، وتقول له والله ادي الشبكه بتاعتها اهيت، محتاجين شبكه سفليه كام، محتاجين شبكه سفليه 8 فاي 12. تمام، محتاجين اضافي يا باشمهندس فين، تيجي كده يا باشمهندس تقول له ايه، خلاص انا محتاج هنا من الاضافي من اول هنا، طب لغايه فين هنا، لغايه هنا ولا هنا، تقف كده على اخر شريحه هتلاقي هنا مثلا بيقول لك ايه، بيقول لك امشي لف واي تحت كده، بص ليه تحت هنا.
بيقول لك ايه الواي بكام؟ الواي هندسة ب 17 و4، تمام؟ الواي ب 17 و4 تمام. طب طول السيخ يا باشمهندس، طول السيخ فين؟ يبقى ديت قلنا ديت مسافة التوزيع. طب طول السيخ نفسه احنا قلنا هناخد ايه؟ هناخد اكبر قيمة اللي هي 3 فاي 12، نمشيها على الكل بدءا من اول هنا وبدءا من اول هنا، اللي هي كام؟ اللي هي لما تيجي تبص كده على اكس، بص لي على اكس كده، 1 و15 وانتهت على ايه؟ وانتهت على 5. ترحم من بعض كده، ادي 5 ناقص 1 و15 تمام؟ ادي طول السيخ ايه؟ 3 85. طول السيخ 3 85، ولكن انا هاخد طول السيخ على حدوده كده بالظبط؟ لا، الكود قال لك ايه يا باشمهندس؟ الكود قال لك لما تجيب لي اضافي يا باشمهندس لازما تاخد من بعد البؤره بالظبط، من بعد البؤره مسافه لا تقل عن انكورج لينث. طبعا شرحنا الانكورج لينث قبل كده في جزء المانيوال. الانكورج لينث هو طول ايه؟ هو طول الرباط. ده بيبقى بتبقى تساوي ايه يا باشمهندس؟ تساوي 10 فاي او 7 من 10 الدبس زائد 3 من 10 الدبس اللي هي مسافه ترحيل المومنت. يعني في الاخر 7 من 10 الدبس زائد 3 من 10 الدبس يعني 1 دبس، او 10 فاي زائد 3 من 10 الدبس، ولكن طبعا الدبس طبعا بتبقى اكبر. قلنا الدبس عندنا كام سنتي؟ الدبس عندنا طبعا احفظ القيمه ديت. طيب زود عليها، قلنا التي ب 30 سنتي، نقص منها الكفر عشان تبقى الدبس اللي هي 28 سنتي تمام. يبقى زود عليها ايه؟ 0.27 زائد الناحيه الثانيه كمان 0.27، يبقى كل القيمه قد ايه؟ 4 و4 تمام. ممكن اقول ايه طول السيخ 4 ونص مثلا تمام. يبقى ده طول السيخ بتاعنا الاضافي تمام يا هندسه. الكود برضو قال لك ايه؟ قال لك برضو تروح تحسب لي من الماكسيمم مومنت، من الماكسيمم مومنت يا باشمهندس مسافه قدرها ايه؟ ال ديفلوبمنت تمام، زائد 3 من 10 الدبس وت ايه وتاخد لي القيمه الاكبر. فهنقول كده ال ديفلوبمنت اللي هي 50 فاي وفقا للكود الامريكي، 50 في 12 في 2 مرتين من الناحيه دي ومن الناحيه دي، يعني متر متر و20 سنتي زائد 3 من 10 الدبس، وال3 من 10 الدبس يعني 6 من 10 في 0.27. طبعا القيمه بتاعت القيمه الاولانيه طبعا اكبر بكتير. فاحنا هنا يا هندسه هنيجي كده وليكن مثلا ناخد ايه دي ده كده كوبي، تقول له كنترول سي، وتيجي هنا يا هندسه تقول له كنترول في، ده قيمه ده الاضافي اهوت، وتقول له روتيت تمام. طيب ده طوله 3 متر، لا انا هاخده 4.5، تقول له ستريتش كده متر ونص كمان تمام. وتيجي كده يا هندسه وتقول له ايه موف، قيمته قد ايه؟ 3 فاي 12 وطوله 4.5 متر اضافي سفلي. طيب قلنا يا هندسه، طيب انت قلنا خلاص عرفنا طوله، طيب هيقف هنا على بعد قد ايه؟ هيقف من هنا على بعد قد ايه؟ لما تيجي تبص دي كده قيمه الصفر، ودي ديت ايه؟ 1 و15 تمام؟ تمام. ايه بعد الواحد و15 ديت زود لي كمان انكورج لينس، فتيجي كده يا باشمهندسين هتبقى كام في الاخر؟ هتبقى كده كام؟ هتبقى 1 و15 ناقص 0.28 تساوي ايه؟ 87. يعني مثلا اقول ايه 0.9 مثلا، تاخد من ده وافصل كده 0.9 تمام. ادي هو توقف لي الصيغ ده من اول هنا، امسح ده بقى تمام. طيب السيخ هيمتد من اللي فين يا باشمهندس؟ السيخ بقى هيمتد من الاول خالص، من اول هنا اهوت لغايه ايه؟ لغايه مسافه كام؟ لغايه مسافه 17 متر. تيجي كده يا باشمهندس بكل بساطه تقول له امشي لي من هنا كده 17 متر تمام. ادي طول الاضافي بتاعنا، وادي مسافه التوزيع، وتيجي هنا تمام، وادي العلامه ديت يا باشمهندس بتبين له ايه؟ بتبين له ان السيخ ده ممتد من اول هنا لغايه الاخر تمام. طيب بس كده، لا تيجي من هنا كده تيجي كده من هنا يا باشمهندس
تقول له والله ايه انا السيخ بتاعي ده واقف ايه، واقف هنا كده ليه يا هندسه؟ عشان يا باشمهندس لما يجي يقسط التسليح، اسف، لما يجي يحط السيخ يبقى عارف ان هو هيقف على بعد مثلا ايه من ال من هي هيقف على بعد مثلا 90 سم من الكاميرا دي، تمام؟ يعني يبقى عارف هيقف على بعد قد ايه من اكس، تمام؟ وطبعا هيبقى عارف هيبدا منين من واي، هو عارف هنا هيبقى من الاول. طب مثلا لو كان الاضافي واقف من هنا كده، كنت تروح مثلا تاخد له مسافه كده وتقول له والله ايه، والله السيخ هيبدا لي مثلا ايه من هنا مثلا، وهكذا، تمام؟ تمام، هو كده عارف ان هو هيبعد عن السيخ قد ايه من اول الكاميرا، وهيمتد السيخ من هنا ايه من الاول هنا 17 ايه متر، تمام؟ طيب كده كده ايه سلحنا وادي الاضافي. طب العلو بقى يا باشمهندس بنفس الطريقه، تيجي كده من ايه من ديسبلاي شو سلاب ديزاين، وتقول له ايه، وتقول له العلوي التوب رينفورسمنت الاول في اتجاه اكس مثلا، احنا كنا هنا كتبناها 8، لا احنا هنا قلنا ايه 7، تمام. طيب مبدئيا كده يا باشمهندسين، بس في حاجه لازم ناخد بالنا منها، ان التسليح الاضافي يا باشمهندسين لازم يكون يا اما شبكه يا اما نص شبكه. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني لو انت عندك بلاطه طلع تسليحها مثلا 8 في 12، يبقى التسليح الاضافي يا اما 4 في 12 يا اما 8 في 12. ليه؟ عشان لما يجي يوزعه، يوزع التسليح بالشكل ده، مثلا لو هو الشبكه قدها اضافي فهيحط ما بين كل الاسياخ سيخ. طب لو هي مثلا نص الشبكه هيسيب سيخ ويحط سيخ. اما مثلا لو هي 8 في 12 وحطيت لي اضافي 3 في 12، هيحط التسليح الاضافي ازاي؟ مش هيعرف، تمام؟ فالمفروض نيجي كده ونقول له والله ايه ده 7 في 12، يبقى ده تقول له 3 ونص، يبقى الاضافي ده 3 ونص، 3 ونص ايه فاي 12. يعني كده يعتبر بقول له ايه، سيب لي سيخ وحط لي سيخ، تمام يا هندسه؟ تمام. طب الاضافي بقى يا باشمهندس هنحطه مثلا ايه، وليكن شبه الشبكه السفليه، يعني مثلا ديت 7 فاي 12، تمام اهوت، اوكي. هتلاقيه بيقول لك هنا يا هندسه انا محتاج هنا اضافي 4 فاي 12، تمام، وهنا 6 فاي 12، يعني هناخد الاكبر 6 فاي 12، تمام. وبالنسبه للعمود ده محتاج او يعني الجزء ده كله بالنسبه للعمود، تمام، خلاص هناخد الاكبر ليهم كلهم، تمام. وهنا محتاج ايه؟ محتاج اضافي 3 فاي 12، هنا محتاج اضافي كبير 10 فاي 12، تمام. تمام، سيبك من هو هنا حاسبها من فوق العمود على طول، بيبقى تركيز اجهادات، فطبعا القيمه دي مش منطقيه، تمام. فهنا هحط له يعني بالكتير شبكه، وهنا كذلك شبكه، تمام. تمام يا هندسه، يبقى ده محتاج شبكه وده شبكه وده شبكه وده كذلك شبكه. يعني مش هحطها 6، هحطها بقى ايه 7، تمام. تمام، وده نص شبكه، خلاص. فبيترسم ازاي ده يا باشمهندس؟ بيترسم الاضافي ازاي؟ بتيجي كده مثلا ادي اهوت، مثلا ادي مشروع قديم، شايف بيبقى مرسوم ازاي؟ بتيجي فوق العمود كده وترسم له الاضافي، وتقول له والله انا معايا اضافي كذا، وممدود مثلا ايه، ممدود كمسافه توزيع كذا. فتيجي كده تاخده كده كوبي مثلا، إيه طيب انا هاخد قيمه، يعني هاخد طول الاضافي قد ايه يا باشمهندسين؟ برضو تيجي كده مثلا وتقف على ادي السيخ ده مثلا في اكس 6 6 6 و6، وتيجي هنا بقى كام بقى 8 و6، يعني طوله 2 متر، تمام. اعتقد ده اطول طول فيهم، يعني اطول طول فيهم، تمام. يعني انت عندك الاضافي 2 متر. طيب
2 متر ده بالظبط. ولكن يا باشمهندس برضو الكود قال لنا ايه؟ الكود قال لنا لما تجيب الاضافي العلوي برضو تزود ايه انكورج لينس من بعد على طول، من بعد البقره على طول، او من بعد طول السيخ الاضافي يعني، ومن هنا ومن هنا. تمام. فيعني ايه؟ يعني عندك 2 متر زائد انكورج لينس اللي هو الدبس اللي هو 0.28 زائد من الناحيه الثانيه 0.28، يبقى كله ايه يا باشمهندسين؟ 2 وكسر هناخده 3 متر، هناخده 3 متر. وعموما لا يفضل ان يقل الاضافي يعني عن 3 متر. إيه تمام. تمام. قيمته قد ايه يا باشمهندس؟ قلنا ده هيبقى شبكه يعني كام؟ يعني هو قيمته كانت طالعه كام؟ قيمته كانت طالعه 6 فاي 12، يعني ده هيبقى مثلا 7 فاي 12. وطوله يساوي 3 متر. طب بنحطه ازاي يا باشمهندس؟ بتيجي كده يا باشمهندسين من السنتر كده بالظبط. تمام. هو الراجل في الموقع بيروح يا باشمهندس ياخد السيخ يسنتره من نص العمود بالظبط. تمام. في غير بقى التسليح الاضافي السفلي لازم تكون ايه يعني ايه مأكسه كده. تمام. طيب هيمتد مسافه توزيع قد ايه يا باشمهندس؟ تيجي كده هتلاقي برضو ايه، هتلاقي المسافه ديت هو اللي محتاج يمتدها. تمام. برضو تقدر تحسبها، ادي هنا 15 و4، وهنا بقت كام؟ وهنا بقت 16، يعني اقل من 3 متر. احنا هناخد الاضافي ايه يعني مسافه توزيعها برضو 3 متر. تمام. وتقول له هنا 3 برضو، تاخدها كده ايه موف، وتاخدها ايه من السنتر بتاعها كده. تمام. وتقسطها بالشكل ده. تمام. وتقول له والله ايه، والله انا محتاج هنا ادي الصيغه ده كده، هاتوا الناحيه الثانيه. تمام. ايه بالشكل ده، وهكذا بقى ايه، حط بقيه الاضافه لكل الاعمده بنفس الشكل. تمام. طيب عايزين نشوف الناحيه الثانيه، ديسبلاي شو سلاب ديزاين، ثواني كده. بالنسبه مثلا للعمود ده، العمود ده مثلا لو انت قلقان منه، وكذلك ده برضو محتاج 10 تسيخ فاي 12، وده كده عدت الشبكه. ففي الحاله دي تقدر تقول له بقى ايه، تقول له ديسبلاي شو سلاب ديزاين، هات لي الحديد الاضافي خليه لي فاي 16، خلي لي التوبس فاي 16. تقول له ايه ابلاي، هتلاقينا بيقول لك ايه خلاص انا محتاج هنا 6 فاي 16. تمام. ومحتاج هنا 6 فاي 16. فتيجي كده يا هندسه تقول له والله ايه، حط لي اضافي هنا. طبعا قيمته برضو احنا مش هنقلها عن 3 ايه، عن 3 متر. طول مش هيقل عن 3 متر، محتاج برضو من السنتر ده كده حديد ايه قيمته كام، برضو من السنتر كده تقول له حديد قيمته كام، 6 فاي 16. تمام. ده قيمته كام؟ 6 فاي 16. تمام. طب كنا قلنا ده قيمته هيبقى كام؟ قيمته كانت طالعه معانا، القيمه ديت 6 فاي 12. تمام. تمام. انا احطه بقى ايه، تقدر تحط 6 فاي 12، لا لا احنا هنحطه بقى ايه 7 فاي 12 عشان يبقى قد الشبكه. ادي 7 فاي 12، ودي كذلك تحطها 7 فاي 16 بقى من 6 عشان تبقى قد الشبكه زي ما قلنا عدد على العدد. وده كذلك ايه 7 فاي 12. تمام. تمام. يبقى إيه؟ وده قلنا ان احنا محتاجين له ايه نص شبكه. فتيجي كده برضو اهو، من هنا وتقول له نص شبكه اللي هو 3.5. 3.5. تمام يا هندسه.
تمام. في الاتجاه التاني بقى نفس الكلام، تيجي كده وتقول له ايه، ديسبلاي شو سلاب ديزاين، ديسبلاي شو سلاب ديزاين، مهنج تقريبا. خلاص هو مهنج مش راضي يفتح شو سلاب ديزاين، مش مشكلة. خلاص انت هتروح بقى تشوف ايه، هتشوف يا باشمهندس الاتجاه التاني، هتشوف الاتجاه التاني علوي في الاتجاه التاني، وتشوف محتاج اضافة قد ايه، وعرفنا بنفس الكونسبت تحط بقى ايه الاضافي وترسمه بالشكل ده. تمام. طيب دلوقتي بقى قلنا ايه يا باشمهندسين، بقى قلنا تصميم الكاميرات.